صباح النيات الطيبة والجميلة والسمحة لكل مشاهدينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من صباح الشروق، محطات وفقرات متنوعة، نتمنى دائما تنال رضاكم واستحسانكم. مبسوط لأول مرة عبر صباح الشروق أنه ينضم لطاقم برنامج صباح الشروق الزميل العزيز محمد فتح الرحمن. محمد أهلا وسهلا، صباح الخير، وتعودنا دائما نشوفك من خلال المحطات الخارجية والتقارير الجميلة اللي أنت بتبثها دائما عبر صباحاتنا الندية. أهلا وسهلا، صباح الخير. أهلا يا حمزة، صباح النور، وأهلا وسهلا بكل الأحباب الكرام مشاهدينا في كل مكان. إن شاء الله صباح أخضر وجميل نتمنى لكم. أها، شغل الصباحات ده يعني قومت بدري دي شويه كده صعبه ولا سهله؟ الوضع متعود. انت متعود؟ ايوه، انه بالنسبه للشغل في الشركه وكذا صحيح، وبرضه متعودين دائما التقارير زمان والله يكون صاح بدري بنقوم بدري، يعني ما في اشكال بالنسبه لقومة الصباح. الحاجه اللي تغيرت انه نحن بنلاقي المشاهدين بيتثوا بحنان اخر، بمود مختلف، بجلسه مختلفه بالنسبه للناس اللي حابه تتابع شاشه الشروق، خاصه الصباح يعني. جميل، اذا صباحاتنا النديه في مجموعه من الاحداث والفقرات المهمة اللي حنناقشها من داخل الاستوديو، أبرز شنو يا محمد؟ نعم، أبرز الأحداث عزيزي المشاهد كان بالأمس العيد 66 للقوات المسلحة السودانية، نتمنى إن شاء الله دائما الجيش في تماسك وفي قوة وفي تقدم وصلابة، الجيش هو جيش السودان جميعا من كوستي إلى حلفا، نتمنى التوفيق والنجاح لكل العاملين بالقوات المسلحة السودانية. حاجة ثانية المؤسف نعم، كانت في حاجة مؤسف برضه يا حمزة، أمس كان في انفجار كبير جدا في مصنع الذخيرة بالشجرة، والانفجار ده هو الحمد لله ما نتج عنه أي خسائر في الأرواح والممتلكات. نتمنى أن المسؤولون بالدولة يعوا أمر أنه المصانع دي ما تكون جنب السكان وبعيدوها شوية من السكان عشان ذات الناس تأخذ راحتها وتكون في أمن وأمان، نتمنى السلامة والعافية للجميع. كمان الحدث الأبرز في دنيا الرياضة خسارة برشلونة إسباني بثمانية أهداف، هي يعني حطمت الرقم القياسي في عمر برشلونة الإسباني العام 1945 لم يحدث ما حدث بالأمس. تحليل وتفصيلا في الفقرة الرياضية، مجموعة من الفقرات نرسم لوحة الشروق الصباحية ومن ثم نعود لفقرة الصباح الشروق. القلب بيك عرف الهنا، قصيت غير قصدك حنان، صدقني we'll
سبيل مطلوب وقدر فيك عمري محسوب يكون يا حب نبيل مطلوب وقدر فيك عمري محسوب يكون علمني كيف احيا الهوى Yeah.